صعود منتخب الفدائي منتخب فلسطين، وده حدث عظيم جدا الحقيقه، حدث يأكد لنا انه يعني عزيمه الرجال مفيش اي حاجه ممكن تكسر، ممكن تحقق المستحيل، وده بنشوفه. والكلام ده بيتجسد ان احنا نلاقي المنتخب الفلسطيني بيخطف لاول مره تذكره العبور لدور ال 16 ببطوله كاس اسيا لاول مره في تاريخه، بعد فوز ابناء فلسطين على هونج كونج بثلاثيه نظيفه في ماتش الحقيقه كان يعني الواحد لا يملك انه يقول فيه انه يعني الناس دي رجاله بجد، عندهم عزيمه حقيقيه انه في عز كل الظروف الصعبه اللي بتحصل دي نشوف انجاز رياضي بالشكل ده لاول مره. خلينا نعرف ازاي تم تحقيق هذا الانجاز، وازاي كان التحضير ليه ومعسكر الاعداد في هذا الوضع، وازاي صعدوا لدور ال 16 من الاستاذ احمد رجوب المنسق الاعلامي لمنتخب فلسطين. مساء الخير عليك والف الف مبروك التاهل، وعايزين نعرف منك كواليس التحضير والمعسكر كان عامل ازاي. مساء الخير في البدايه لك، مساء الخير لكل شعب مصر العظيم، وفي البدايه الرحمه لشهداء فلسطين والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وبكل تأكيد الله يزيل هالغمة عن شعبنا الفلسطيني سواء كان في غزة أو كل في فلسطين. يعني أيضا بنبارك المنتخب المصري تأهل لدور 16 في يعني في كأس أفريقيا. بكل تأكيد الصعوبات اللي واجهها المنتخب الفلسطيني كثيرة، ابتداء من توقف الدوري منذ أكثر من 110 يوم، معسكرات خارجية، صعوبة في التجمع، وكذلك فقدنا بعض اللاعبين شهداء وارتقوا شهداء، وكذلك ارتقى مساعد مدرب المنتخب الأولمبي هاني المصدر في هذه الحرب الغاشمة. صعوبات كثيرة واجهها المنتخب الفلسطيني، ولكن كما ذكرت بعزيمة الرجال وبقوة الفدائي وبتضحيات شعبنا ومن أجل إسعاد شعبنا حاول الجميع لملمة الجراح وظهور مستوى يليق بالمنتخب الفلسطيني ويليق بالشعب الفلسطيني وتضحياته التي تتجلى في كل الميادين في هذه الأوقات. بكل تأكيد الفدائي بدأ معسكره بعشرة أيام في مدينة عنابة في الجزائر، ثم انتقل إلى مدينة أبها في السعودية، ثم إلى الدوحة التي حقق فيها المنتخب الفلسطيني إنجاز تاريخي بتأهله لأول مرة إلى دور 16، وأول انتصار يحدث للمنتخب الفلسطيني في كأس آسيا كان عبر بوابة هونج كونج، وكذلك تعادل مع المنتخب الإماراتي. الحقيقه يمكن يعني طول الوقت كان كل الناس تتحدث عن التزامكم بالهدوء والاداء الجيد جدا امام هونج كونج في مباراه ما كانتش سهله ابدا، فمبروك الفوز ده. وعايز اعرف استعداداتكم بقى وتفكيركم، وهل ممكن تصعدوا لدور الثمانيه، احلامكم ايه؟ يعني هي زي ما حكيت لك عزيمه الرجال وقوه الفدائي كانت تكمن في يعني استمداد القوه من شعبنا الفلسطيني ورسم البسمه، ولو اللحظات الفرحه كانت منقوصه بكل امانه. تعلمين ان في بعض اللاعبين من اهاليهم في قطاع غزه، ولاعبين كنت عايز اسالك عن كده، هل في تواصل ما بينكم وما بين الاهالي؟ يعني هو جل لاعبين المنتخب الوطني الفلسطيني مقيمين داخل فلسطين وكل عائلاتهم داخل فلسطين سواء كان في الضفه الغربيه او في القدس او في اراضينا المحتله وكذلك في غزه. ممكن محمود وادي الاكثر شهره عندكم في مصر ومحمد صالح لم يتواصلوا مع اهلهم منذ 10 ايام، لا يعلمون اي شيء عن اهلهم منذ 10 ايام، كان يعني كان الامر صعب، خصوصا ان محمود وادي ومحمد صالح لعبوا في لقاء هونج كونج، ولكن يعني كانوا يريدون رسم البسمه على وجوه اهاليهم. حتى محمد صالح خرج بعد المباراه وتحدث انه يعني كنت اتمنى ولا اعلم ان كانوا يعلمون اهلي اننا انتصرنا وحققنا فوز تاريخي وتاهل تاريخي ام لا، ولكن اتمنى ان يكونوا يعلموا هذا الشيء. الامر صعب صعب وصعب جدا، اللاعب الفلسطيني هو جزء من الشعب الفلسطيني، يتعرض لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، رغم ان ارجلنا واجسادنا هنا في الدوحه، ولكن دائما عقولنا وقلوبنا ما يحدث في فلسطين. الكل يحاول الاتصال باهله ليطمن على اهله. ظروف المنتخب الفلسطيني استثنائيه في هذه البطوله، شرفنا في بطولات كثيره والنتائج استثنائيه، يعني على قدر هذه الصعوبات النتيجه استثنائيه لاول مره صعود لدور ال 16.
بكل تأكيد يعني رغم الألم ورغم الوجع ورغم التعب ورغم كل الظروف الصعبة المحيطة بالكرة الفلسطينية والرياضة الفلسطينية بشكل عام وتعرض له من مجازر إن صح القول، ولكن زي ما تحدثت ونتحدث دائما يخرج معدن الفلسطيني في أوقات الشدة وأوقات الصعوبة، ونحن جزء من هذا الشعب العظيم الذي يقدم التضحيات على طول الوقت وعلى مدار العقود السابقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني قلوبنا كلها مع المنتخب الفلسطيني، بنشجع يعني بكل حب هذا المنتخب، وإن شاء الله نشوفكم كمان في المباريات الجاية بهذا الشكل الجميل والأداء المشرف الحقيقة أمام العالم كله. شكرا جزيلا إن أنتوا في عز كل هذه الظروف الصعبة اللي بتمروا بيها بتبعتوا لنا رسائل كلها يعني أمل في اللي جاي، وكلها قوة، قوة مدعومة بحب كبير للحياة وللأرض وللبلد دي اللي باقية بيكم بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الرجوب، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين.